تلتئم البارح عفوا البارح تلتئم ابتداء من اثنين مثلا اليوم تونس تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي. وفد كبير مشى من تونس، شكون مسؤول فيه؟ مشى فيه هو مزمع عقده في واشنطن ابتداء من اليوم الاثنين، بدأ اليوم في دار وفد رسمي من اسمي مكون من وزيرة المالية سهام البغديري، وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. يعني مشى وفد رفيع. إذا كان نربطوه مع كلامي قلتي أستاذة هالة أن كل الإجراءات التقشف، خاطر هو يقولك عني عملت توازنات المالية، هذا كلام نسمعوا فيه ونشوف في بعض الصفحات وبعض المواقع معناتها تفتخر أن حققنا التوازنات المالية. هذا نثبته، هل فعلا حققنا التوازنات المطلوبة أم أننا أشبه بما يكون واحد يخلص حتى 300 دينار مخبيهم تحته ويقول أموري لاباس، هو لا مخلص الضوء، لا مخلص ماء، لا مخلص دروس خصوصية بتاع أولاده، لا مخلص الخبز ويقول أموري لاباس. لك الكلمة هذه. شكرا لك يا استاذ. خليني نرجع للتوازنات الماليه. التوازنات الماليه فعلا احنا حققنا فعلا التوازنات الماليه حسب ما يقول السيد رئيس الحكومه في البيان اللي هبطه واللي قريناه هنا وياك. عجز الميزان التجاري حقق فعلا نقصا من 8.52% مقارنه، يعني اللي هي في مقارنه ب 2022، يعني نقصنا في العجز الا ب 8.52%. هذا ايجابي جدا. هذا اي ايجابي طبعا، ايجابي طبعا انه احنا ننقصوا في العجز. يعني احنا كنا في حدود 9.665 وشويه، يعني نقص. نعم. في سنه 2023 اصبح يعني الا 10.556 وشويه مليون دينار في سنه، مش اصبح، مقابل في سنه 2022. عجز الميزان التجاري بالنسبة للمحروقات يمثل 56.6% من العجز الكلي لسنة 2023. احنا وين نقصنا؟ احنا نقصنا في الاستيراد، يعني وذلك حسب بطبيعة الحال المعهد الوطني للإحصاء اللي للأسف المدير نتاعه يعني نحاوه، ثم نقص من 10.8%، يعني من 15,134 مليون دينار سنة 2022 إلى 13,496 مليون دينار في 2023. من 15 هبطنا ل 13 ب 2000 يعني مليار في 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 حدود هذايا. لكن شنو هي هل 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 وين حققناه بالضبط؟ احنا حققناه في كل ما هو يهم الإيرادات التي هي مسؤولة عنها الدولة والتي يعني تجيبها الدولة وتخلصها بصندوق الدعم. وسبق انه احنا قلنا انه الدولة عندها سيطرة مطلقة على توريد المواد الاساسية كيما الروز والسكر والحبوب والقهوة. باش كيف نقولوا المواد هذية ماهيش موجودة، معاش قلنا محتكرين، راهي الدولة هي اللي تجيبهم وليست المحتكرين. راهو لا احد غير الدولة هو مسؤول على مسارات التوزيع وعلى مسارات استيراد هذه المواد. يعني كي نقولوا احنا المواد الاساسيه هذيا نقصت، راهي يعني الدوله هي اللي ما جابتهاش، والدوله هي اللي ما خلصتش فلوسها ولم تطلب استيرادها. وايضا الادويه والمحروقات والزيت والاسمنت وبطبيعه الحال الكحول. والسيطره هذيا تفرضها الدوله عن طريق دواوينها كيما ديوان التجاره وديوان الحبوب وما الى ذلك. يعني والصيدلية المركزية باعتبارها المورد المونوبول نتاع الادويه. والله نشوف فيسبوك اصبح الظاهر تاع التونسي، تو التونسي ما عادش بالفعل يقول لك بربي جيب لي الشوكولاته عايش خويا خارج البر، بربي والله ثم دواء راهو رخيص مش موجود، بربي جيبه لي ويوصوا. هذه تقريبا اهم التدوينات في فيسبوك، اصبح امر معاش فعلا. التونسي ما عندوش ادويات، ادويه راهي حيويه، ادويه يعني فيتال سامحني نتاع امراض مزمنه، أدوية السرطان يا حسين، أدوية مرض السرطان ما عادتش موجودة في بلادنا. راهو فما شكون قاعد يموت لأنه لا يجد جرعة دوائه، فما شكون قاعد يتألم في ألم شديد وألم ما أتى الله به من سلطان وحاجة لا تحتمل لأنه لم يجد دوائه. أمراض السرطان ما عادتش دواياتها توصل لبلادنا، يعني ما عادش أكثر من هكايا. في ظل نفس التوازن، خليني نرجع للتوازن اللي تحدث عنه السيد رئيس الحكومة واللي به هو ماشي وكتافه سخونة لصندوق النقد الدولي طالب التفتوفة، لأنه هذيك
سياسه التسول شنو اعطاتنا، وقلت لك سيذهب ويقول انا تلميذ نجيب لاني لم انتظر تعليمات صندوق النقد الدولي، فقلصت انا في معيشه التونسي وخليته شد الصف، وقلصت انا في دواء التونسي ان شاء الله يموت التونسي مش مشكل ما يهمنيش فيه، ومستعد انا نعمل فيهم اكثر من هكايه، لانه نفكرك يا سي حسين انه ما فاتش برشا يظهر لي الجمعه اللي فايته مازال كيستدعى هو السيده وزيره التربيه الجديده اللي هي ما عندها حتى علاقه بالوزاره ولا اي، هي متفقده نعم، راهم يجيو وزراء للاسف الشديد، يعني احنا اصبحنا في اعتباطيه وتسميات هزليه كبيره وحاجه تضحك ولا تليق ببلادنا، ويعني هنا احنا ماشيين الى بدون مسارات قانونيه بدون مسارات قضائيه، ندقوا في الشهيد اللي ما حبش يدقق فيها محمد علي البغديري وقال لا مآل لملفات التدقيق ولا مآل لمهمات التدقيق، ويلزمنا نطردوا الموظفين العموميين باش نقلصوا في كتله الاجور، يعني زوز دو فولي للتوازن المالي اللي يحكي عليه السيد رئيس الحكومه ويحكي مقاومه لحظه يا استاذه، اذا كان معاه مقاومه الفساد احنا معاه، اذا كان نقصد بالفعل مقاومه الفساد لازم يكونوا معاه، شنو ضد الفساد احنا ضد الفساد فعلا. شوف عندك في العقوبات الاداريه تدرج في العقوبه، اي شنو وكان يعني المرتكب العقوبه، انا اليوم لن انتصب كمحامي على الوظيفه العموميه، هو بالطبع كل من يرتكب خطا وكل من يرتكب جرم يجب معاقبته، لكن اللي نراه فيه يا حسين الستاتيو نتاع المدام اللي راجلها كتبت فيه قالت عمره راجلي ما قال انه متحصل على شهاده البكالوريا، راجلي متحصل على شهاده السابعه ثانوي وليه 30 سنه يخدم في تونيسير، واليوم قاموا وقفوه وقالوا له انت شهاده الباك نتاعك مدلسه، وهذا الدليل القاطع اللي باش يصير في الوظيفه العموميه من ذبحان بدون مسارات قضائيه واضحه وبدون مسارات قانونيه واضحه. شوف اذا كان احنا ما نعترفوش بالتقادم وبمفعول الزمن على كل الافعال الاجراميه، هنا نجم نقولوا كما قال سيد احمد سويب كان حنا بعل اللي كان يحكم في كرتاج ارتكب جريمه، نرجع نحاسبوه احنا على الجريمه نتاعو ونعملوا انابه للسيد قاضي التحقيق خليه يحقق في هذه الجرائم. 30 سنه مر عليها هذه الجريمه، اقصى ما تنجم تعمل له قانونيا انك تطيحه في رتبته وترجعه يعني في لو غوكلاس في الرتبه هو يستحقها. ثم وضعيه الامان القانوني، ثم وضعيه الحقوق المكتسبه، كما نقول لك انا مثلا هذا اذا ثبت ان الاشخاص بالفعل قاموا بالتزوير، دائما نقولوا اذا ثبت. اذا كان انا نمشي يعني بعقليه بطبيعه الحال لا احكم على النوايا، لكن الظاهر عندي يعني وقت اللي يقول وزير يعني مهام التدقيق لم تعطي المآل المطلوب وما فماش حقيقة يعني ديماس كبيرة بتاع هذا تصريح البغديري صحيح صوتي أنا استمعت إليه وعديناه طبعا للمجر. اي لا طبعا معلوماتنا دائما مؤكدة. ثم يعني نلاحظوا أنه فما خور كبير ونستدعاه في رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمالية، وسنحقق في أكثر من 4030 او 4060 ملف. يا استاذ راهو هذه ماهيش 10 460000 وهما 600000 600000 يعني انت حققت في الوظيفه العموميه الكل، يعني حققت في الوظيفه العموميه من كان مازال يعني شيفان سريبس من وقت بورقيبه، انت باش تتحقق فيهم معناها فهمني. هو سيد سعيد عمل امر قال في 3 شهور مش نجيبوهم، بعد مده الحكومه قالت باش نزيدوا شهريا 3 شهور، اخر مره مع شو اسمه هو لو سمح المسؤول على الهيئه الاداريه قال وصلنا 60% 60% وما زلنا نقدم، مش عارف سيد سعيد العهده نتاعو كملت مش عارف ايش يعطوا وقت اضافي مش عارف.